رغم التراجع الطفيف في نسبة البطالة، 600 ألف عاطل في تونس ما زالوا في انتظار شغل يحفظ كرامتهم ويدمجهم في الدولة الإنتاجية. اختتام شهر التراث بعد تظاهرات فنية وثقافية احتفت بالتقاليد والآثار والمخزون التراثي الوطني في عديد جهات البلاد. وفي ليبيا مواجهات مسلحة في بنغازي وطرابلس، ورئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في خبر اعتقاله على أيدي مسلحين. نشرة الأخبار من الوطنية الأولى، سعيد بمرافقتكم في تقديمها. ونبدأ النشرة بتناول مطلب من أهم المطالب التي قامت من أجلها الثورة في تونس، والتي رفعت شعار شغل حرية كرامة وطنية، ونعني هنا مطلب التشغيل. الشباب العاطل عن العمل يكاد لا يخلو أي مقهى منهم، اختاروا المقاهي لقضاء أيامهم بعدما يئسوا من الحصول على فرصة عمل. فريق الأخبار زار بعض المقاهي بعدما رفض بعض الشباب الموجودين بمكاتب التشغيل الحديث معنا حول البطالة ورحلة البحث عن عمل. تعج بهم المقاهي، اختاروا فيها السيجارة والقهوة ملاذا لهم. هم شباب بمختلف الأعمار، تنوعت أماكن وجودهم بين مقهى راق وآخر شعبي، وجمعهم وضع واحد، البطالة. عنها وعن أسبابها تحدثوا البعض بسخرية والبعض الآخر بمرارة. عندي 25 عام وأنا بطال. عمرك كامل؟ عمري كامل بطال. فركستش على خدمة؟ فركس على خدمة، دقيت البيبان الكل ما فماش حتى خدمة. شو الخدمة الموجودة؟ أنا انجينير، نحكي معك راهو انجينير الكتروميكانيك، قاري في تونس وقاري في مستير وقاري في روسيا وقاري في الصين. وما لقيتش لنا؟ اش تلقى؟ هنا كلها ما عارف يكذب عليك راهو. هزت. وما لقيتش خدمة، لقيت سخرة مثلا. واحد يقول لك اجي نعطيك 300 ألف وأنت تخدم في ريانا، وأنا نسكن يعني في عبد الخلدون. ألور نركب منهم وناخذ منهم باكو دخان وكاسكروت. سخرة. عندي تو 12 سنة. أي خدمة مش نمشي لها ما يقبلونيش، وإلا نمشي مش نخدم يطردوني لكوني يريد بالسكر. قدمت في رخصة، رفضوني مرتين، رخصة في بريود بن علي ورخصة جديدة بعد الثورة. تردوني، كنت نخدم في المارشي حمال، عملت زوز عمليات ما عادش نجم نهز، عندي زوز عمليات ما عادش نجم نهز الرزن، تو قاعد بطل عندي في 12 سنة. المقاهي كانت وجهتنا للحديث مع المعطلين عن العمل، اضطرارا لا اختيارا، فمكاتب التشغيل التي كانت بالأمس تعج بهم، اليوم عزف الكثيرون عنها، رغم تعدد عروض الشغل بها وتنوعها. زوجتي مجازة من 2004 قالت عم في بوانتاج لهنا، نعمل لها انا في بوانتاج. تو ما عادش متفائله، وليت انا اللي نجي لا بروفوني، انا نجي نعمل لها بوانتاج، ما عادش حاب تجي هي تعمل بوانتاج. وشنو باش يعملوا لي مكتب تشغيل؟ صوب دوموند، ارجع غدوه، ارجع بعد غدوه، ارجع بعد عام، بعد عامين ومن بعد. اون بليس تو اللي خدم بالمعارف، معناها ما عندكش معارف ما تخدمش. عزوف طالبي الشغل عن المكاتب أرجعه رئيس مكتب تشغيل الإطارات بتونس إلى فقدان الثقة بها بعد الثورة، ما دفع لاعتماد آليات جديدة بها. قاعدين نقوم بعمليات تحسيسية للطالب الشغل من خلال أعداد حصص إعلام جماعية للتعريف بالآليات والبرامج تشجيع العمل وبالتقنيات لازم يكتسبها طالب الشغل حتى معناه حتى يكون عنده استعداد أوفر عندما يتقدم للمؤسسة، منها كما نقول كيفية إعداد سيرة ذاتية. بين مكاتب التشغيل والمقاهي تتأرجح آمال الشباب، أمل بالحصول على عمل قار، عمل بات لدى البعض حلما صعب المنال. وللبطالة في تونس مؤشرات تدل عليها. المعهد الوطني للإحصاء نشر مؤخرا أهم المؤشرات المتعلقة بها، ومنها تراجعها إلى 15.3%، ويبقى أصحاب الشهائد العليا أكثر الفئات تضررا من البطالة في ظل التغيرات الطارئة على سوق الشغل مقارنة بالجدوى التشغيلية لعدد من الشهائد العليا.
خلصت أحدث مؤشرات وزارة التكوين المهني والتشغيل وفق آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء إلى أن نسبة البطالة في تونس بلغت 15.3%، وعدد العاطلين عن العمل للسنة الفارطة قرابة 609,000، بينهم 242,000 من الحاملين لشهادة عليا، ما عد انخفاضا لأول مرة منذ الثورة في عدد العاطلين عن العمل الذي أتم رقم 738,000 سنة 2011، في حين انخفض عدد طالب الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية إلى 191,813 طالب شغل. تتابع أهم الإحصاءات أن أكثر من 90% من الشباب العاطل عن العمل ينتمي إلى الأسر الفقيرة أو متوسطة الدخل، ما يعقد الوضع اجتماعيا ويؤكد أن شرارة البطالة قادرة في كل زمان على أن تكون خزانة أي حراك احتجاجي، بعد أن كانت الشعار الأبرز المرفوع إبان الثورة. لم تحدد المؤشرات الخارطة الجغرافية للبطالة على مستوى الولايات والمعتمديات، وهو أمر مهم لتحديد برامج العمل والتدخل للوزارة المعنية، لكنها بعد أكثر من 100 يوم من عملها تطرح برنامجا لدعم إحداث المشاريع الصغرى بهدف الترفيع من نسق إحداث المؤسسات إلى حوالي 12,000 مشروع، مع إعطاء الأولوية للمناطق الداخلية. وبعد 4 أشهر عمل تم تمويل 3,045 مشروعا ساهم في إحداث 4,850 موطن شغل، كما أنقذت عددا من المشاريع المتعثرة. وفي إعادة هيكلتها أسست برنامج صك تحسين التشغيلية ورصد متغيرات سوق الشغل مع البطالة الظاهرة والبينة للشباب. هناك ما يوصف ببطالة الظل لمن تجاوز سن الشباب، وبطالة مغيبة تخص العمل الموسمي والعمل الهش والتشغيل خارج الأطر الرسمية، ما يستدعي وفق الخبراء الاقتصاديين تحيين جداول البطالة وأصنافها وشرائحها الاجتماعية والعمرية لبيان توضح الرؤية تخطيطا وتدخلا ومعالجة. وللمزيد يحضر معنا في استوديو الأخبار السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل. سيد الوزير أهلا وسهلا بك. شكرا. إذن البطالة في تونس تتراجع لأول مرة بعد الثورة تقريبا بثلاث درجات من 18.7% إلى 15.3%، وعدد العاطلين من حاملي الشهادات العليا ينخفض أيضا إلى 200,000 عاطل عن العمل. أرقام مشجعة لكنها تبقى دون المأمول. فعلا هي الأرقام باش تبقى دون المأمول، لأنه راهو في ظرف عام واثنين وثلاثة ما يمكنش نتكلموا على نتائج ملموسة في التشغيل. التشغيل لازمها وقت أطول من هكا. وإنما احنا في الحكومة هذه ركزنا على بعض المشاريع الصغرى، وبعض المشاريع الصغرى هذه جربتها عديد البلدان اللي كانت في نفس الوضعية متاعنا في أزمات اقتصادية، وهي اللي خرجتها فعلا من أزمة البطالة بالتخفيض منها بنسبة كبيرة برشا. كيف أنا أعتقد أنه يلزمنا ننفتحوا على الأسواق الخارجية، على البلدان الخارجية، البلدان الشقيقة والصديقة. فرنسا مثلا أعطتنا 9,000 موطن شغل، قطر 35,000 موطن شغل، وهذا راهو في إطار تكامل. احنا ما احناش نتسولوا عند أي دولة لا باش تشغل لنا ولا باش تمول لنا، هذا تكامل غانيون غانيون. فما شكون اللي عندهم المواطن الشغل واحنا عندنا كفاءات. سيد الوزير، يعني تتحدثون مثلا ذكرتم فرنسا وقطر، هل مواطن أو فرص التشغيل هذه التي تقترحها هذه البلدان مع تونس في إطار تعاون هي لأصحاب الشهادة العليا، هي يعني فرص عمل نوعية أم أنها فرص عمل يعني لدى العاملة البسيطة؟ في البلدان الخليجية هي فرص عمل نوعية، باعتبار أنه فرص العمل العادية راهو التونسي ما يمكنش باش ينافس فيها الجنسيات الأخرى، العمالة الوافدة من آسيا. وبالتالي معناها قابلة لكل الكفاءات التونسية وأصحاب الشهادة العليا.
فيما يخص فرنسا فما بالأساس هي أصحاب المهن، ومن 9000 توا شغلنا 2500 معناها كل مرة يمكن فما طلبات، وإحنا ننشر وراء الطلبات متاعنا الكل منشورة على السيت متاعنا ومع موقع الوزارة موقع الوزارة. ألمانيا كيف كيف، ألمانيا أخذت من عندنا تقريب 100 مهندس وتوا 300 كادر شبه طبي مع باش نفتحوا على كندا أستراليا. طيب. نعم جيد، تحدثتم سيد الوزير يعني عن فرص التشغيل بالخارج، لكن دعني أسألك ما هي فرص التشغيل في السوق الداخلية في بلادنا، وكيف يمكن للسياسات الحكومية دعمها، خاصة وأن هذه الحكومة الحكومة المؤقتة الحالية اتجهت إلى عدم التشغيل في القطاع العام؟ شوف القطاع العام راهو الأسهل، الحل الأسهل هو التشغيل في القطاع العام. طبعا نجم نشغلوا حتى 100,000 في القطاع العام، والتأجير متاعهم باش يكون على الميزانية متاع 2015 وإحنا نكونوا خرجنا، لكن هذا حتى حكومة راهو ما تعمل الشيء هذا ولا تحمل مسؤولية هذه. القطاع العام راهو يخدم على الأقل أنا نقول ب 30% فوق الطاقة متاعه. القطاع الخاص النمو بطيء، هو نقطة نمو راهي تعطينا 15,000 موظف شغل. لو فرضنا باش نحقوا 3% قد باش تعطينا، باش تعطينا 45,000 موطن شغل. احنا باش تخرجونا تو شهر جوان من الجامعه باش تخرجونا حوالي 60,000، ما بين 60 و 70,000. المنقطعين عن التعليم تقريبا في حدود 100,000 باش ناخذوا منهم للتكوين المهني، باش تبقى لنا في حدود ربما 30 40,000. اذا الحل هنا، الحل هو مواصله تشجيع الاستثمار الوطني والخارجي، كما نقول نأكد على بعث المشاريع راهو الصغرى بدون ضامن، ما ناخذوش عليهم ضمان، نكونوا المتخرج من التكوين المهني ولا عنده شهادة عليا باش يعمل مشروع نرافقوه. هذا اللي تقوم به توا حكومتكم الآن، هذا اللي قاعدين نقوموا به. معناها اتصور احنا عاملين اوبجيكتيف قدامنا، معناها هدف على الأقل 12,000 موطن شغل. حاجة أخرى المدة سيد الوزير، نعم 12,000 موطن شغل خلال سنة 2014 على الأقل، لكن عندنا برنامج جديد هو المؤسسة التضامنية. المؤسسة التضامنية تصورت هي في أوروبا خلقت 10% من مواطن الشغل، معناها يعني المؤسسة التضامنية، المؤسسة التضامنية يعني 4-5 شبان من اختصاصات متكاملة، مخرجي تكوين مهني ولا أصحاب شهائد يجيوا يقدمون مشروع مشترك، واحد في الماركتينج الاخر في اختصاص، معناه اختصاصات متكامله. وانما المشكله نتاع المشاريع هذه شنو هي، انه التسويق ينتجوا ما يجموش يسوقوا، وهذا خذينا المساله هذه بعين الاعتبار وباش نعاونوهم في التسويق المنتوج نتاعهم. طيب جميل هذا السيد الوزير، يعني تحدثتم عن بعض الحلول، لكن نعرف يعني ام المشاكل اليوم يعني إصلاح منظومة التعليم بصفة عامة وأيضا التكوين المهني حتى يعني تكون أكثر ملائمة وتلبي حاجيات سوق الشغل، هل فكرتم في التعاون في يعني في إطار التعاون بين وزارتكم ووزارتي التعليم العالي وأيضا يعني قطاع التكوين المهني، خاصة بعض المعاهد المتخصصة في التكوين حتى تكون أكثر ملائمة لسوق الشغل؟ هل أنا الأوان لي، هل بديتوا فعلا في التفكير في هذا؟ فعلا بارك الله فيك. الحكومة هذه تخدم تناسق، معناها مجموعة، وبدينا الوزارة متاعنا وزارة التعليم العالي وزارة التربية في المنظومة هذه وقدمنا فيها أشواط كبيرة، وهذاك علاش باش تلقاو السنة ولأول مرة في دليل التوجيه الجامعي باش تلقاو فيها التكوين المهني اللي عندهم أصحاب اللي عندهم بكالوريا. كيف كيف مدينا وزارة التعليم العالي بالاختصاصات اللي فيها بطالة كبيرة برشا باش سواء يحدوا من التوجيه لها وإلا يوقفوا الاختصاصات هذية، ومديناها زادة في المقابل بالاختصاصات اللي فيها طلب. كيف كيف التربية، وزارة التربية باش نقوموا احنا مع بالاشتراك معناها مع زوز وزارات هذوما بحملة للتكوين المهني، حملة تعريف بالتكوين المهني وتوجيه التلامذة والطلاء والحاملي البكالوريا للتكوين المهني، مع العلم أنه راهو تشغيل التكوين المهني أسهل، المتخرجين من التكوين المهني أسهل بكثير ونسبة عالية
من تشغيل حاملي الشهادات العليا. شكرا لك سيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل على كل هذه الإضافات. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. نواصل تقديم أخبارنا مشاهدينا الكرام. وفي أخبار الأحزاب السياسية، الحراك الحزبي يبقى متواصلا في بلادنا في كل الولايات في هذه المرحلة من خلال عقد اجتماعات تعمل فيها الأحزاب على إبراز مواقفها من عدد من القضايا الداخلية، وتعمل أيضا على تقديم برامجها الحزبية والانتخابية. نتابع. أعلنت حركة نداء تونس أنها ستعقد مؤتمرها التأسيسي في 15 من الشهر القادم، وأن الباجي قايد السبسي هو مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة. كان ذلك خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للحركة التي ستنظر في التحالفات القادمة مباشرة بعد تحديد التاريخ النهائي للانتخابات. عندنا خلافات، عندنا كانت وجهات نظر يعني، والآن توحدت وجهات النظر، ونداء تونس لا بأس عليه وبخير، ونؤمن في نداء تونس وأكدناه، وأن مصلحة تونس فوق مصالح الأحزاب بما فيهم حزب النداء. ونحن داخليا قررنا باش نعقد مؤتمر تأسيسي اللي باش تسفر عنه هيئة إن شاء الله تكون توافقية، ولكن باش ننتخبوها الهيئة هذه، واللي هي باش تشرف على حظوظ الحركة إلى الانتخابات الجاية. وفي جندوبة وخلال اجتماع شعبي، قالت حركة النهضة إن الوضع لم يكن كارثيا زمن حكم الترويكا التي لا تتحمل أي مسؤولية في الأزمة الاقتصادية السابقة. بالتالي احنا متحملين كل نتائج المرحلة السابقة، الباهي فيها والخايب، أما فقط تكونوا موضوعيين. وفي بالي الناس اللي عيطت ياسر على الكوارث، معناها قاعدة الآن يبين لها اللي ما كانت تسمى كوارث، ثم توظيف سياسي، ثم صعوبات حقيقية. وإحنا كنا خذينا إجراءات، بدينا في الإصلاحات وخاطبنا الشعب التونسي وقلنا له هاو أشي يلزم. وحتى وقت نقاش الميزانية لو كانت تسترجعوه النقاش، ما زال كل واضح، إحنا نناقشوا في الاقتصاد وهما يناقشوا في السياسة، ولكن هذيك هي الانتقال الديمقراطي، فيه ديما شوية كما تقول أنت شوية مزايدات، ولكن في بالي ماشيين في طريق صحيح. وفي صفاقس عقد حزب أفاق تونس مجلسه الوطني، تم من خلاله تقديم الأعضاء الجدد للمجلس والتواصل مع المنخرطين وتشخيص الوضع في البلاد واقتراح حلول للمرحلة القادمة. مع خاطر إن شاء الله المرحلة القادمة تكون مرحلة برامج اقتصادية واجتماعية، كما تعرفوا هذه من خاصيات حزب أفاق تونس هو التركيز على الحلول الاجتماعية الاقتصادية، وشنو هي رؤيتنا باش يصيروا الإصلاحات كيف في البلاد باش نرجعوا، خاصة التشغيل اللي هو نعتبره تشغيل الشباب من أكبر مشاكلنا اليوم الاجتماعية الموجودة. وفي صفاقس أيضا قال الناطق الرسمي باسم حزب التحرير رضا بالحاج إن الثورة هبة ربانية بعد فترة يأس، وإن الانتخابات استنزاف للثورة، وذلك خلال اجتماع شعبي. كما تحدث بالحاج عن رؤية حزبه للأوضاع العامة في البلاد. يبدو أن المسار اللي مش نتحدث عليه اليوم وكله هو استنزاف لطاقة الثورة ولخيريتها، ما يجعل الانتخاب في النهاية عملية زائفة أو عملية شهادة زور، أو هي تحسين لمنها لسرقة الثورة. الأحزاب السياسية اختارت الحديث عن عدد من القضايا تصب جميعها في خانة إقناع المنخرطين بجدوى مواقفها وتوجهاتها بانتظار انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية. اختتمت اليوم تظاهرة شهر التراث التي تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. التظاهرتان زينت مدينة جربة التي شهدت حضورا لكل أشكال العادة والتقاليد. منتجات ثقافية متنوعة تعبر عن موروث تاريخي حضاري لجربة. فهذا المخزون التراثي الذي تزخر به الجزيرة وجدت عينات منه في متحف جربة للتراث التقليدي، متحف احتضن فعاليات اختتام شهر التراث والاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. ثم معرض للصناعات التقليدية، ثم تذوق الأكلة التقليدية، ثم معرض آخر أيضا للتعريف بالمعالم جزيرة جربة. كلها أنشطة أراد من خلال المتحف أن يفتح الجسور مع محيطه، أراد من خلاله أن نسمع صوته. ثراء ثقافي يعكس تشبث الحرفيين بتراثهم والمحافظة عليه من الاندثار. عندنا صناعة فخار نتورثوها أب عن جد في جزيرة جربة، وأنا كما تعلمت على أبويا وجدودي، زاد ولدي أتعلم عليه أنا، أما يلزم عناية شوية من الإطارات الجهوية وخاصة الوطنية في إعطاء قيمة للصناعة هذه، وخاصة باش نمنعوها من الاندثار. في جربة مازال ما يتعداش فرح بلا لباس، مازال محافظين عليه، كو سوسوا معناها
الملباس عربي للنساء الكبار هكا يلبس الملحفة ولا البسكلي للعروسة والمرأة العادية تلبس الملحفة زادة ولا الصغار واللي يعملوا فيهم ابتكارات في جبايب في انسومبلوات. اختتام شهر التراث وكبه عدد من الوزراء وبعض سفراء الدول الأجنبية بتونس تم استدعاؤهم من أجل الترويج للتراث المادي واللامادي وجلب تمويلات للنهوض به. عندنا خطة مشتركة، احنا وزارة الثقافة مسؤولين على اكتشاف العباد هذوما التقاليد هذوما في كل نقطة من نقاط الجمهورية. الحاجات اللي قاعدة تضيع نحبوا نرجعوها، قاعدين نخدموا برشا 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 مع المجتمع المدني، ولكن زاد لازمنا نعرفوا الكل ما نجموش ننجحوا كان ما ندخلوش العباد هذوما في الدورة الاقتصادية كما شكون تسمى بعد تنموي. بالنسبة لنا مهم جدا اللي السياحة نتاعنا مش بحرية كهو لكن السياحة نتاعنا ثقافية، وأنا نخدم مع السيد وزير الثقافة مراد صقلي ومع زميلتي زادة نجلة حروش هنا اللي جينا مع بعضنا باش نوريو اللي احنا يعني الثقافه والحضاره نتاعنا وال يعني التقاليد معناتها الاختزان نتاعنا هما مهم جدا اللي هذوك باش نبنيو عليهم مش السياحه برك الاقتصاد البلاد الكل. مخزون ثقافي تراثي متنوع سيساهم في مزيد اعطاء اشعاع سياحي لجزيره جربه، اشعاع يطمح اهالي الجزيره في ان يتوسع اكثر عبر تلقي مزيد من الدعم والاحاطه. نبقى مع أخبار شهر التراث، والآن في سليانة وهناك انتظمت الدورة 17 لملتقى ابن أبي الضياف، وقد تم عرض لوحات فلكلورية وورشات للصناعات التقليدية بالجهة، حضرها عدد من المثقفين والمفكرين. هذه الفقرات التنشيطية واللوحات الفلكلورية رافقت انطلاقة الدورة 17 لملتقى ابن أبي الضياف بسليانة، والتي تلتئم هذه السنة تحت عنوان الثقافة والحراك الاجتماعي في تونس منذ عهد الأمان. ملتقى ابن أبي الضياف بسليانة يعد إحدى التظاهرات الثقافية التي عادة ما تستقطب اهتمام المثقفين من أبناء الجهة ومن مختلف جهات بلادنا. اختيار هذا الموضوع لم يكن عفويا لسببين. السبب الأول هو ما حدث بعد 14 جانفي يعني بعد الثورة يقتضي يعني منوالا ثقافيا جديدا، والسبب الثاني أو الدافع الثاني هو يعني ما ورد في الدستور باعتبار يعني المقاربة الجديدة للعمل الثقافي والتنمية ككل. هناك العديد من المخزون التراثي والحضاري الذي يميز هذه الجهة، والغاية هو إبراز هذا المخزون وإعطائه الأهمية والعمل على إدخاله ضمن التنمية الشاملة بالنسبة للولاية ككل. تراثنا يشرفنا وموجود في الأسواق ومتحفنا، صنع تواني من خلص عفنا انسيجة طريزة وغيرها، وزيادة به نجلب السواح وتولفنا وكل اللي جونا يشعروا بسعادة. اقتران الملتقى بشهر التراث كان مناسبة لتنظيم ورشات حية في الصناعات التقليدية ومعارضة حول عادات الجهة وتقاليدها، وعرض لمنشورات إنتاجات الجهة في مختلف المجالات الإبداعية كالصناعات التقليدية والإصدارات الثقافية والعلمية. وفي النقل التالي نرافقكم مشاهدينا الكرام في زيارتنا إلى المتحف العسكري الوطني بقصر الوردة وإلى قصر الوردة الذي تم بناؤه في عهد الباي حمودة باشا. المتحف العسكري الوطني بقصر الوردة بمندوبة يهدف إلى إبراز مختلف الفترات التي مر بها التاريخ العسكري التونسي والحفاظ على التراث التاريخي العسكري. المتحف فتح أبوابه ككل المتاحف العسكرية طيلة شهر كامل لاستقبال زائريه مجانا ليغلقها اليوم في اختتام شهر التراث. يوم 18 ماي نحتفلوا كسائر المتاحف في العالم الكل باليوم العالمي للمتاحف اللي انتظم السنة في تونس تحت شعار المعروضات المتحفية تصنع التواصل. وما من شك في أنه القطاع المتحفية المعروضة بالمتاحف العسكرية هي شكل من أشكال التواصل الحضاري في بلادنا وكذلك مع الشعوب المتوسطية وشعوب العالم الشقيقة والصديقة. يحتوي المتحف بفضائه الخارجي على الدروع والمدافع المختلفة والأسلحة الثقيلة وطائرة مقاتلة تروي تاريخ المدفعية في تونس عبر العصور، فيما تتوزع الأسلحة البيضاء والنارية والمحفورات والخرائط على مختلف قاعات العرض طبقا لتسلسل مختلف مراحل التاريخ العسكري. المتحف العسكري الوطني
يحتوي على ما يزيد عن 23 ألف قطعة متحفية، وتراث مادي ملموس نشاهدوه في المعالم الأثرية من خط الليماس في الجنوب التونسي إلى أثار قرطاج إلى الأثار العربية الإسلامية إلى الأثار العثمانية. كل هذا تراث نهتم به، ووزارة الدفاع الوطني أولاد اهتمام كبير برشا. وهذه أسلحة تمثل القسط الأكبر من القطع بالمتحف، ومعظم هذه الأسلحة يعود إلى القرن التاسع عشر. شارك الجيش هذايا في حرب القرم من 1853-1855 في تحالف بريطاني فرنسي ضد روسيا القيصرية مع تركيا بطبيعة الحال الدولة العثمانية. وتتوزع المعروضات في عديد القاعات، منها قاعة الفترة القديمة وتغطي العهد القرطاجيني ثم الروماني في الوندالي والبيزنطي، وتهتم قاعة العرض الوسيطة بالفتوحات العربية الإسلامية. أما قاعات العصر الحديث فتبرز الفترة العثمانية، ونجد في قاعة الدولة الحسينية عددا من اللوحات الزيتية والأزياء تجسم بعض ملامح التاريخ العسكري في منتصف القرن التاسع عشر، هذا إلى جانب عدد من القاعات الأخرى. في الذكرى الثالثة لاستشهاد العقيد طاهر العيار الذي استشهد في أحداث روحية في مثل هذا اليوم من سنة 2011، دشن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي صباح اليوم بالعوينة ساحة باسم الشهيد. الشهيد طاهر العيار يعد أول ضابط سام وصاحب أعلى رتبة عسكرية يستشهد في تاريخ القوات التونسية. بعد ثلاث سنوات من استشهاده خرجت عائلة الشهيد طاهر العيار عن صمتها لتسرد تفاصيل ما وصفته بمظلمة عاشها العقيد العيار طيلة 24 سنة، مظلمة قال عدد من زملائه ورفاق دربه أنها بدأت بحرمانه من الترقيات المهنية في حياته، لتتواصل وعلى حد توصيفهم بتجاهل ذكراه بعد استشهاده في أحداث الروحية سنة 2011. هو أول ضابط سامي يستشهد في تاريخ الجمهورية التونسية، ومالوروزمون يعني بعد كذا سنين من استشهاده ثم تنكر ونسيان من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بصفة عامة. طاهر العياري عمل 38 سنة في المؤسسة العسكرية، وتربت على أيديه عديد الأجيال، وقد أتم جميع المراحل التكوينية العسكرية والشهائد، والناس كل تعرف مظلمته اللي هو بقي يعني جمد في الرتب ونقل نقل تعسف. ليسوا أشخاص يقفون وراء هذا، لأنه كان يحسد حب كل الناس رؤساءه ومرؤوسيه، ولكن للأسف الشديد هناك منظومة، وأنا أقول وللتاريخ هناك منظومة تقف وراء هذا. تدشين ساحة باسم الشهيد في منطقة حدائق العوينة وتسليم عائلته الصنف الثاني من وسام الجمهورية من قبل رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي لفتة رأى فيها أهل الشهيد تكريما لكل شهداء المؤسسة العسكرية. حاجة باهية أن راح على رفع معنويات الجيش، الجيش بالجبهات معناتها متواجد على كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله ديما يتفكروا شهداء البلاد الكل، معناتها الوالدي مثل واحد منهم. إن شاء الله شهداء الكل الثورة ياخذوا حقوقهم الكل، إن شاء الله يغزروا لهم غزرة بالحق، غزرة معناتها فيها رد الجميل. اعتراف بالجميل وتكريم يؤكد أن ذكراهم ستظل محفورة في القلوب، هو كل ما ينتظره شهداء الوطن وذويهم، شهداء لم يترددوا في إهداء أرواحهم من أجل سلامة تونس. رحم الله الشهيد العياري وكل شهداء تونس. إلى جربة الآن، وهناك اختتمت اليوم فعاليات الزيارة السنوية التي يقوم بها يهود من تونس ومن العالم لمعبد الغريبة، زيارة شهدت حضورا أمنيا مكثفا أثار اهتمام الزائرين الذين تجاوز عددهم 2500 زائر، وفق ما أكده الناطق الرسمي بوزارة الداخلية للأخبار. خروج المنارة الكبيرة بالغريبة أشرى على نهاية الزيارة السنوية ليهود من تونس والعالم. الزيارة اشتملت على ما يسمى بالوعدة داخل الكنيس والاحتفالات داخل الوكالة. موسم ناجح ما تم الكلمة اليوم من النهار الثاني والختامي في زيارة الغريبة. شفنا اليوم معنا زوار كلهم موجودين هوني نهار كامل، جاوا هوني للغريبة فرحانين برشا، اللي هم عداوا زيارة تحفونا برشا، راو
حاجات اللي هما ما كانوش ينتظرها سورتو الامن اللي كان موجود بكثافه. وفق التقديرات غير نهائيه فقد كانت الزياره في مستوى الانتظارات بدءا بعدد الزوار والضيوف مرورا بالامور التنظيميه وصولا الى الاجراءات الامنيه التي امتدت على مدار 3 أيام داخل الغريبه وفي محيطها. تعدى مليح، كنت توقع باش تعدى اقل من هكا، لكن الحمد لله تعدى مليح. الامن في كل بلاصه حاجه تطمن عبد الانسان. التونسي متفتح جدا وعلاقتنا به جيدة، فنحن هنا آمنون بين التونسيين وهناك احترام متبادل بين الديانتين. الحمد لله يا ربي نهار كبير اليوم وطول الموند لا مسلمان جويف بامبورت اوني توس تونيزيان هيك الفايدة القلب. أعداد الزوار قد تصل ل 2000 أعدادا وبكل الأحوال قد لا تعني شيئا بالمقارنة بصدى الزيارة في العالم. سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس كان حاضرا في جربة ليوم الإظهار دعمه للحكومة التونسية على حد تعبيره. هذا الحدث يمثل واجهة للتنوع والتسامح في تونس بين الأديان والأقليات. أنا سعيد لأن الحج يتم في مثل هذه الأوضاع، وأشكر الحكومة التونسية التي نجحت في توفير الظروف الملائمة لإقامته. أتيت إلى هنا لأظهر دعمي لهذه الحكومة ودعم الجالية اليهودية وكل الأقليات في تونس. نظمت أمس الكشافة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تظاهرة قرية المواطنة التي تهدف إلى تربية الناشئة على المشاركة في بناء مجتمع متماسك يؤمن بالاختلاف. 1000 شاب وشابة من الكشافة التونسية شاركوا في قرية المواطنة التي انتظمت أمس بشارع الحبيب بورقيبة. الهدف من القرية تعريف الشباب الكشفي بقيمة المواطنة التي لا تقتصر على العملية الانتخابية بل تتجاوزها إلى المحافظة على مكاسب الدولة وحمايتها والحفاظ على البيئة والتعايش السلمي مع الاختلاف في الآراء والمواقف. احنا حبينا تكون تظاهرة كبيرة تمس كيف تشرح المجتمع التونسي، نحبوا نبرزوا قيم المواطنة اللي احنا منظمة نربيوا الأجيال على قيم المواطنة. المواطنة تبدأ من عملية الانتخاب إلى المحافظة على الملك العمومي إلى المحافظة على الطاقة تصرف النفايات. القرية تضمنت أكثر من 30 ورشة لتدريب الشبان على المواطنة، فهذه ورشة بمساهمة الهلال الأحمر لتدريبهم على كيفية إسعاف الناس، وأخرى للمواطنة وتعريف الكشافين ببلادهم. أما هذه الورشة فقد خصصت لتمكين الشبان من كسب المعرفة وجعل المواطن فاعلا في محيطه. كيفاش نجم تفيد المجتمع نتاعك بمشروع صغير بفكرة؟ كيفاش تعرف شو المشاكل عندك في المجتمع نتاعك في الفيلاج اللي تسكن فيها ولا حتى في حومتك وتخمم كيفاش تلقى لها؟ خاطر كان كل واحد يخمم في المشاكل اللي عنده في المجتمع نتاعه ويلقى لها بشوية بشوية تونس تولي أحسن. الورشة نتاع حق الاختلاف تعلموا فيها الصغيرات كيفاش انه حتى كي يكون معناها عبد كلك سوا الدين نتاعو او كلك سوا معناها لون البشره اي حاجه نقبلوا الاختلاف ونتعايشوا مع بعض. جينا باسم الهلال الاحمر التونسي باش نعرفوا ببرنامج الاسعافات الاوليه كيفاش نجموا ندخلوا كمدنيين الاسعاف المدني حتى لين تدخل السلطات المختصه. ترسيخ قيم المواطنه وتدريب الشبان على ان يكونوا فاعلين في مجتمعهم وحثهم على النهوض بوطنهم هي ابرز اهداف قريه المواطنه. أخبارنا الدولية نبدأها من التطورات على الساحة الليبية، وهناك أعلن متحدث باسم القوات الموالية للواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر أعلن أن قواته مسؤولة عن اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام بالعاصمة طرابلس التي شهدت تبادل إطلاق نار كثيف في وقت سابق. وتأتي هذه التطورات في وقت ما زالت فيه جميع الرحلات الجوية متوقفة في بنغازي خوفا من حدوث اشتباكات قرب المطار. تحولت المواجهات اليوم من بنغازي إلى طرابلس، وهذا حال شوارعها، حيث قام مسلحون منتمون للواء المتقاعد بالجيش الليبي خليفة حفتر باقتحام مقر المؤتمر الوطني العام ودهموا مكاتب النواب وأضرموا النار بالمبنى وسيطروا على محيطه لاستعمال شاحنات تعتليها مضادات طائرات وأسلحة رشاشة. وقد تضاربت الأنباء بشأن اعتقال رئيس البرلمان الليبي النوري أبو سهمين الذي صرح أنه حر طليق وكذب الخبر، ونفى حفتر في مؤتمر صحفي عقده البارحة أن ما يحدث في بنغازي ليس انقلابا ولا سعيا للسلطة. ليس هذا التحرك انقلابا عسكريا بالمفهوم التقليدي،
ولا مدخلا لإقامة حكم عسكري، فذلك ما نرفضه. بل أفاد أنه يريد تأسيس هيئة رئاسية مؤقتة تنتهج العمل السلمي. تأسيس هيئة رئاسية، هيئة رئاسية مؤقتة تتمثل فيها القوى والأطراف الوطنية التي تنتهج العمل السلمي وترفض الاحتكام إلى السلاح. وتفيد الأخبار القادمة من طرابلس بأن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تستعد للقيام بعملية عسكرية ضد قوات حفتر التي استعملت يوم الجمعة طائرة حربية في قصف لكتيبة 17 فبراير التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي. وإزاء هذه التطورات في الساحة الليبية، تعلم وزارة النقل أن الإدارة العامة للطيران المدني والمطارات قررت إيقاف جميع رحلات شركة الطيران التونسية نحو المطارات الليبية يومي الأحد 18 و 19 من مايو 2014، وستتم مراعاة تمديد القرار أو إلغائه حسب الظروف الملائمة لاستئناف النشاط. وفي سوريا، لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 8 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في محافظة دير الزور شمال شرق البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية سناء أن إرهابيين أو إرهابيين فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة لنقل الركاب. كما أسفرت المعارك المستمرة منذ أسابيع في بلدة المليحة في ريف دمشق أسفرت عن مقتل العشرات، من بينهم قائد الدفاع الجوي في الجيش السوري أثر هجوم عسكري شنه الجيش السوري على مقاتلي المعارضة حسب ما صرح به مصدر أمنية. وفي أوكرانيا، تواصلت المواجهات المسلحة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين شرق البلاد في كل من سلافيانسك وكراماتورسك، إذ هاجمت القوات العسكرية عددا من حواجز معارضي سلطات كييف في إحدى ضواحي مقاطعة دونيسك دون وقوع خسائر من الطرفين. كما قال قائد قوات الدفاع الشعبي المحلية، قال إن عناصر هذه القوات تحاصر مراكز الاقتراع في مدينة كراماتورسك لمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا والمقررة في 25 مايو الجارية. نشرتنا متواصلة مشاهدينا الكرام، وفيها لكن بعد قليل إطلالة على مهرجان كان سينمائي، حيث شد فيلم شلة تونس اهتمام أحباء الفن السبع. إلى أخبارنا الرياضية، وفيها فاز النادي الرياضي الصفاقسي على أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب الطيب المهيري ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعتين لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. افتتح النتيجة ياسين الخليسي للنادي الصفاقسي في 15، لكن النادي أهلي بنغازي تمكن من تحقيق تعادل بهدف سجله بسام بولعابي خطأ في مرمى فريقه في 27، ووضع محمود بن صالح النادي الصفاقسي مجددا في المقدمة بتحقيق الهدف الثاني في 34 قبل أن يختتم غازي شلو سلسلة الأهداف بتوقيع الهدف الثالث في 86. خاصة العشر دقائق الأخيرة، وممتازة الكرة يفتكها فخر الدين بن يوسف يخرج كرة وإمكانية التهديف والهدف الثالث. ضمن منافسات المجموعة ذاتها، انقاد الترجي الرياضي التونسي إلى الهزيمة بنتيجة 2 مقابل 2 ضد نادي وفاق ستيف الجزائري في مباراة احتضنها مساء أمس ملعب رادس. نجح الوفاق في استثمار المردود الضعيف الذي قدمه الترجي الرياضي وتقدم بهدفين سجلهما رشيد ناجي وبالعمير الهادي في 23 و48 قبل أن يتمكن إدريس المحيرسي من تقليص الفارق في 53. الترجي سيلاقي في الجولة الثانية أهلي بنغازي الليبي الأسبوع المقبل بالسودان. وفي مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، انتزع النجم الرياضي الساحلي تعادلا مهما بنتيجة 1-0 من مضيفه سيو سبور الايفواري، اذ بادر كوكو بمنح التقدم لسيو سبور في 32 قبل ان يتمكن بغداد بونجاح من ادراك التعادل للنجم في 79. نعود إلى تونس، وبها اختتمت اليوم منافسات البطولة الوطنية للدراجات النارية بمشاركة 10 دراجين يمثلون مختلف الأندية. وسط أجواء تنافسية كبرى، أسدل الستر اليوم على منافسات البطولة الوطنية للدراجات النارية التي شهدت مشاركة أندية عديدة على غرار الجمعية الرياضية العسكرية بصفاقس ونادي الحمامات.
اليوم الدراجين نتاعنا نكون اكتسبوا خبره اللي تخلينا نزيدوا نشجعوهم وننشدوا على المنوال نتاع اغلب الجامعات الدوليه ان نكونوا في من احسن الجامعات في شمال افريقيا. ان شاء الله تعدد سيزون باهيه الحمد لله، نيفو دورغانيزاسيون دو سيكوريتي وكل شيء بالقدا، ان شاء الله العام جاي خير من السنه وديجا سنين تسمى وعملنا حاجه باهيه. الجوله الختاميه شهدت تنظيم سباقين في اختصاصي التحمل والتي فاز بها الدراج محمد عوادي من نادي بن زرت للرياضه الميكانيكيه، وسباق الكروس الذي انتهى بتفوق الدراج سفيان اللجمي من نادي سكرى للدراجات الناريه. لي سيركوي كل سيتي بيان باسي، تعداو بالباهي، فما عملنا سيت جورني في الكروس، سيت جورني في الانديرو، صعيب شويه، فيه برشا حاجات، برشا بقايا، برشا لي ديبلاسمون، تعذبنا شويه، مي ان شاء الله نلقاو ريزلتا باهيه في الاخر، قلت ربي ان شاء الله مربوح. البطولة الوطنية للدراجات تجتذب كل سنة اهتمام محبي الرياضات الميكانيكية والمولعين بالمغامرة والتحدي. نبقى مع الدراجات، فدراجة للجميع هو عنوان تظاهرة تنشيطية رياضية احتضنها صباح اليوم فضاء البحيرة بالعاصمة، ملتقى شارك فيه عدد كبير من الدراجين المحترفين والهواة أيضا. هذه أجواء فضاء البحيرة صباحا بمناسبة انطلاق الدورة الأولى لتظاهرة الدراجة للجميع. نفرحوا كي نلقاو تونسية وفرحانة ونلقاو صباح وين نمشيو. خلينا نرسخوا ثقافة البسكليتات وثقافة التحرك الأخضر في تونس اللي بدينا نشموا برشا ريحة الكراب، يزينا بالكراب. هذا الملتقى الذي تضمن ثلاث مسابقات بمسافات مختلفة خصص منظموه بعض مداخيله لأهداف اجتماعية. وباش نمولوا بها كما نقولوا 1001 كرسي للعباد المحتاجين. باش نعملوا 25 كيلومتر، 38 كيلومتر، و25 كيلومتر. الرهان الوحيد للفقرة الثانية لتظاهرة دراجة للجميع هو الترفيه والتنزه. الكورس هذه ما فيهاش معناتها العباد الكل، ما فيهاش كون باش يربح شكون باش يخسر، كلها معناتها متاع جو. 8 كيلومتر. وتنجمها ما؟ اي. ما نعرفش نقبل قد ايه انا. ممكن ان شاء الله ربي معايا. رهان لم يتنازل عنه حتى من لم يحضر معه دراجة ولم يسعفه الحظ للحصول عليها في هذا اليوم التنشيطي. باش يوصل 8 كيلومتر عنده جائزة. آخر واحد. نظن باش نكمل على ساقية خاطر ما لقيتش بسكليت. 600 تقريبا هو عدد الدراجين والدراجات الذين استعدوا منذ الصباح الباكر لخوض اما غبار المسابقات او للتنزه على دراجة ينصح باستعمالها للنشاط الرياضي وللتخفيف من التلوث البيئي. ونختم بأخبار سابع الفنون، فتسعة أفلام تم اختيارها للمشاركة في قسم ياسيد للدورة 67 لمهرجان كان، ومن بينها شريط شلاط من تونس للمخرجة كوثر بن هنية والذي اختير لإعلان افتتاح هذا القسم. أجواء العرض وتفاعل الجمهور الذي تابعه في المراسلة التالية. يعملون منذ أشهر عديدة شاهدوا قرابة 300 فيلم، هم لجنة قسم أسيد بمهرجان كان، وهو قسم مخصص للسينما المستقلة التي لا تقف وراءها شركة إنتاج أو موزعون كبار. تسعة أفلام بقيت في غربال لجنة التحكيم الدقيق، ومن بينها شريط شلاط تونس للمخرجة التونسية كوثر بن هنية. أكثر من ذلك، الشريط تم اختياره لإعلان افتتاح قسم أسيد. جمهور كبير من رواد مهرجان كان ومن السينمائيين والمنتجين والمهنيين قدموا لمشاهدة عرض شريط شلاط تونس للمخرجة كوثر بن هنية. الشريط وقع اختياره لافتتاح قسم أسيد للسينما المستقلة من بين تسعة أفلام مشاركة بين وثائقية وروائية. ولأن عشاق السينما لا ينفذ صبرهم، فقد انتظر أكثر من 500 شخص أمام قاعة لزاركاد ساعات طويلة ليتمكن جلهم في النهاية من الدخول لمشاهدة الفيلم التونسي. نعرفوا من البداية اللي باش يكون ثم حضور، وأنا كي جيت برغم معرفتي بالشيء هذا شفت الناس الشارع معناها واقفة، حركة المرور واقفة، هيك معناها حسيت بإحساس حلو على الآخر. كوثر مخرجة لها رؤية واضحة وجريئة،
خطابها السينمائي يحمل كثيرا من السخرية. هي ملتزمة، بعض المواقف تضع فيها المخرجة نفسها في خطر باعتبارها تظهر في الفيلم وهي من الشخصيات المحركة للأحداث. فيلم شلات تونس أثار تساؤلات عديدة، خاصة وأن المخرجة تعمدت المزج بين الواقع والخيال إلى درجة صار فيها التوضيح ملحا. فيلم شلات فيلم جيد جدا بجمع كافة الملاحظين، يعني هو سان بالانسمون، هي رحلة متواصلة ودائمة ما بين الحقيقة والخيال. ما نفهموش وقتاش دوكيمونتير وثائقي، ما نفهموش وقتاش هذه كتيبة متاع مختصين. هل هو عمل وثائقي أم هو تركيب متعمد للأحداث؟ أنا لا أعرف، وهذا ما يدور بخاطري في هذه اللحظة. بعد التغيير الجذري في المجتمع في أشياء غريبة تخرج في المجتمع، ونحن في الجزائر عشنا هذا الشيء بعد 88، بعد التغيير الجذري السياسي والاجتماعي، وتقريبا في كل البلدان حتى عالميا عندما تكون أزمة تخرج أشياء. حتى جاك ليفونترور جاء في إنجلترا في وقت أزمة. لا فورم دو فيلم سي فريمون تريز انتريسان اوسي باسكو سي لا نعرف هل هو روبورتاج أم تحقيق أم فيلم، هذا شكل سينمائي جديد. لم ينتهي الجدل حول فيلم شلات في تونس، ولن ينتهي في كان ولا في أي مكان من العالم. مع قسم أسيد كتب للفيلم أن يعرض في جميع أنحاء المعمورة، ويبقى يثير في المتفرجين في كل مكان أسئلة محيرة، وتلك هي لعبة السينما. للتلفزة التونسية شادية خضير، مهرجان كان. كل ما لدينا لنشرة اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رغم التراجع الطفيف في نسبة البطالة، 600 ألف عاطل في تونس ما زالوا في انتظار شغل يحفظ كرامتهم ويدمجهم في الدورة الإنتاجية. اختتام شهر التراث بعد تظاهرات فنية وثقافية احتفت بالتقاليد والأثار والمخزون التراثي الوطني في عديد جهات البلاد. وفي ليبيا مواجهات مسلحة في بنغازي وطرابلس، ورئيس المؤتمر الوطني العام الليبي ينفي خبر اعتقاله على أيدي مسلحين. وقبل نهاية النشرة نذكر مشاهدينا الكرام بقضية الدبلوماسيين التونسيين المختطفين بليبيا، العروسي القنطاسي المختطف منذ 17 من أفريل المنقضي، ومحمد بالشيخ المختطف منذ 21 من مارس الفارط. هذه أجمل تحيات قسم الأخبار، تصبحون على خير.